احنا جينا النهاردة في محافظة مطروح علشان نشوف قطار التنمية وصل لحد مطروح ولا لسه بدري، المشاكل اللي بيعاني منها مواطني مطروح زي نقص المية، زي نقص الغاز، زي الكهرباء، زي الصرف الصحي، البنية الأساسية اللي هي ممكن تكون الأساس لأي تنمية انت عايز تحققها. عايزين نشوف ايه المشاكل اللي موجودة هنا في محافظة مطروح، وهل تم التغلب عليها، هل في لسه مشاكل، هل في حاجات قدر محافظ مطروح قدر يحل فيها اللواء علاء أبو زيد. الاول طبعا بما ان احنا كنا عارفين ان مطروح كانت بتعاني من نقص الغاز وكان بيتم توفيره من اسكندريه، عايزين نعرف ايه اللي حصل وتم انشاء المصنع امتى بالظبط. هو مصنع تعبئه الغاز بمرسى مطروح تم انشاؤه في عام 2009 نوفمبر 2009 بطاقه انتاجيه بتصل حوالي 7000، كان انتاجه بحوالي 7000 اسطوانه يوميا. وطبعا يعني احنا بنعتبر ان ده انجاز عظيم كون ان يبقى فيه مصنع تعبئه الغاز في مرسى مطروح، ولكن بفضل الله تعالى تم تطويره في عام وطبعا قلش في 2009 بتكلفه 23 مليون جنيه على مساحه 5 افدنه، الا ان تم تطويره في عام 2015 بعد وصول اللواء علاء ابو زيد. قبل بقى التطوير يعني قبل ما تطوروه في 2015 كان مثلا حجم العماله قد ايه، بعد كده اتطور بقى بكام وضافت دلوقتي اكيد في حجم عماله زاد يعني. هو فندم يعني هو بدا بعماله، هو كان بيعمل بورديه واحده حوالي يمكن 56 عامل، لما تم تطويره بدا يشتغل وردي عده ورادي، النهارده بنشتغل في وقت الذروه اكثر من 3 ورادي في اليوم، بطاقه انتاجيه تصل الى 18000 ده في الوقت العادي، اما في حاله في وقت الذروه بننتج 24000 اسطوانه. دلوقتي وصلنا لمصنع الوجبة المدرسية، وبصراحة يعني أنا كنت أول ما سمعت إن في هنا مصنع للوجبة المدرسية حبيت جدا إن احنا نيجي نشوف المصنع ده، أولا لأن هو بيرمي لأكتر من هدف، يعني بيستهدف أكتر من هدف من عنصر تنموي زي ما احنا دايما بنبحث وجايين النهاردة نبحث عن التنمية. لو تعرفوا لما طرحنا قبل كده موضوع التغذية المدرسية منزلنا مع بنك الطعام المصري كنا عارفين ان التغذية المدرسية دي مهمة جدا لان سوق التغذية لاولادنا الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة خاصة الاطفال بيسبب امراض اللي احنا ممكن ما نكونش عارفينها كتير، اللي هي منها التقزم اللي هو بيبقى الاولاد زي ما انتم عارفين بيبقوا قصيرين جدا، ده لسوق تغذية. وايضا هو حافز مهم جدا بيشجع قوي الولاد ان هم يروحوا المدرسة عارفين ان هم هياخدوا وجبة ودي حاجة بالنسبة لهم مهمة جدا. كنا حريصين قوي ان احنا نيجي نشوف المصنع ده لان هو بيرمي لاكتر من هدف تنموي، وفي نفس الوقت اكيد بيحقق تنميه حواليه، بيوفر فرص عمل. انا قلت ان هو تقريبا بيوفر حوالي 64000 وجبه مدرسيه، بس حضرتك قلت لي لا الرقم واحنا داخلين قلت لي الرقم مختلف. ايوه والله، هو مصنع بسم الله الرحمن الرحيم، هو مصنع الوجبه المدرسيه انشئ سنه 2009 تكلفه اجماليه 11,859,000. كان الهدف من المصنع ده هو ان احنا نوفر وجبه مدرسيه للطفل في المرحله الكيجي ومرحله الابتدائيه. بنوفر الوجبه المدرسيه دي بحوالي 67000 وجبه زي ما حضرتك قلتي للمراحل الكيجي والوجبه مش 64 67 67 السنه دي سنه يوميا 67000 حوالي 65 67000 طالب بيمسك الوجبه المدرسيه. We'll be right back.
اللي بيتم هنا دلوقتي؟ اللي بيتم دلوقتي ده تعديل قسم، ده قسم التشكيل. بعد العجين ما بيجي لنا من هناك ده البسكوت، بعد ما العجين بيجي لنا من هناك من قسم العجينات، اقطع العجينه زي كده تطلع جوه تنزل المكنه وتنزل هنا على سير المكنه، اقطع تنزل بالشكل ده. هنا بيبقوا موجودين اتنين هنا بيعدلوا قسم البسكوته كده زي ما حضرتك شايفه. العجوه دي نحط العجوه في البسكوت هنا، واحد بيبقى رافع عجين وواحد بيحط عجوه، بتنزل على السير كده. بتنزل بالعجوه بتاعتها، بتنزل بالعجوه بتاعتها، ادوس للعجوه ادوس للعجين. بنعدل بقى الوجبه. ايه العجوه؟ مش المكنه. هي المكنه اصلا بتنزلها هي زي ما حضرتك شايفه كده، ولو في تعديل بسيط ولا حاجه بنعدلها بس مش اكتر. فرق معاكي الشغل ان انت تشتغلي هنا بظروف مثلا المواعيد، بظروف المرتب، بظروف الامكانيات كلها حوالين الشغل، بيفرق معاكي؟ طبعا الحمد لله. المصنع بصراحه يعني فاتح بيوتنا كلنا، اكيد اضاف طبعا حاجات جديده عليا، يعني مش يعني بساعد بيتي وجوزي ولادي. وصلنا دلوقتي لاهم المشروعات اللي احنا بنتجول فيها في مدينه مرسى مطروح، وهو مشروع تحليه المياه. تدينا فكره كده عن المحطه هنا اللي بيتم فيها. احنا شفنا واحنا داخلين من البحر وقالوا لنا في ماسوره كده شفناها، قالوا من الماسوره دي بيتم التحليه، بتدخل هنا الميه. المأخذ ده مأخذ اللي بناخد بيه ميه البحر لغايه محطه التحليه. المأخذ ده بنسحب كميه الميه بتاعتنا. احنا عندنا هنا محطتين تحليه اسمها الرميله 1 والرميله 2. المحطه الواحده بتطلع في اليوم 24000 متر مكعب، يبقى عندي محطتين بيطلعوا لي 48000 متر مكعب. هو كهف الملح، وكهف الملح اللي هو يعتبر يعني اهم السياحات العلاجيه وتقريبا احد المعالم السياحيه في مصر، ناس كتير قوي ما تعرفش عنه حاجه. احنا داخلين ده الكهف اهو. الله، بسم الله ما شاء الله، ده فعلا رائع جدا. كل ده ملح؟ ملح والارض مساعده يعني كده من واحنا داخلين انت نازله كده كلها ملح. مقروش ده ملح برضو اللي تحت رجلي ده. عرف الناس ايه هو كهف الملح، وبدات يعني ده بدا من امتى وبيعمل ايه وبيعالج ايه، يعني عايزين نعرف تفاصيل عن كهف الملح. الملح الصخري ده فيه ماده اللي هو مادة اليود، وناس مادة اليود بتحول للمنجنيز وعناصر. يعني انت دلوقتي قاعده في المكان ده كله مشبع بالملح فوق وتحت، طبعا اللي هو اللي فوق ده الحاجات الصغيره دي كلها ملح، ملح كله ملح. لا وده ملح، ملح على اساس انك ان المكان ده يكون كله يود يعني. واليود ده طبعا مفيد للانسان، بينمي الغده الدرقيه، بيشيل الطاقه السالبه من الجسم، بيطرد السموم، بيعمل عملية تنشيط للدورة الدموية، وله متعلقات كتيرة بالنسبة للجهاز التنفسي. الجلسة الواحدة مدتها قد ايه؟ يعني مدتها حوالي 45 دقيقة. ال 45 دقيقة تعادل 15 يوم على البحر بعد خروج اليوم.